بسم الله الرحمن الرحيم، أعزائي طلاب الصف الأول الثانوي، أهلا بكم النهاردة في حلقة جديدة وإن شاء الله مع طلاب المحاولة الثانية، وإن شاء الله اللي ما ساعدوش الحظ إن هو يوفق في المحاولة الأولى إن شاء الله هيوفق بأعلى الدرجات في المحاولة الثانية. وإحنا كما وعدنا أبنائنا الطلاب فيما سبق إن إحنا إن شاء الله بفضل الله بيجي الامتحان من مراجعات قناة مصر التعليمية، إن لم يكن الموضوع صورة بالكربون هيبقى إن شاء الله الموضوع أسئلة ومسائل مهمة مشابهة لامتحان المحاولة الثانية كما ورد في المحاولة الأولى. في الحقيقة إحنا النهاردة هناخد مع بعض ساعة وهناخد فيها أول مراجعة. التلات اللي بعد القادم اللي هو هيبقى إن شاء الله إن شاء الله يوم 23/7 عندنا ساعتين متتاليتين من الساعة 12 للساعة 2، وهننوه عن الكلام ده مرة تانية في نهاية الحلقة. طيب لو احنا دلوقتي جينا حبينا نبص للمنهج كمحاولة تانية، يعني ايه محاولة تانية؟ احنا في المحاولة الأولى درسنا المنهج بالتفصيل، كان عندنا أكبر عدد ممكن من الساعات والحلقات، فاحنا دلوقتي اصبح المتاح بالنسبه لنا هم 3 ساعات، وطبعا ده جهد مشكور جدا من القناه ان هم دايما في صف الطالب سواء كان في المحاوله الاولى في المحاوله الثانيه الى اخره. فاحنا هنشرح مش بايجاز، هنشرح المهم، بمعنى ان احنا هنقول المنهج كله ولكن بطريقه سلسه وسهله وبسيطه. اول حاجه هنبتدي بيها النهارده ان شاء الله اللي هي بداية المنهج. أول حاجة في المنهج عندنا بتتكلم عن كمية التحرك. كمية التحرك ديت بنرمز لها بالرمز بي، يبقى كمية التحرك اللي هي البي. البي بتساوي ام في، حاصل ضرب كتلة الجسم في سرعته. الكتلة بالكيلوجرام، السرعة بالمتر على الثانية، يبقى وحدة قياس كمية الحركة كيلوجرام متر على الثانية. يقول لي يعني ايه جسم كمية حركته 10 كيلوجرام متر على الثانية؟ يعني كتلة الجسم وسرعته هتساوي 10 كيلوجرام متر على الثانية. جميل. طيب كمية الحركة تتوقف على كتلة الجسم وسرعته. جميل. الكتلة كمية قياسية والسرعة كمية متجهة، الناس بتوع الرياضة نشاطين بيقولوا لنا ايه؟ ان كمية قياسية في كمية متجهة حاصل ضربهم كمية ايه؟ متجهة. يبقى كمية الحركة يا شباب كمية متجهة مشتقة، متجهة لانها ضرب كمية قياسية في كمية متجهة، او لان لها مقدار واتجاه، بينما كمية مشتقة يعني ايه كمية مشتقة؟ لانها تعرف بدلالة كميات فيزيائية اخرى. كويس. كل ما الكتلة بتزيد كل ما كمية الحركة بتزيد، وكل ما السرعة بتزيد كل ما كمية التحرك بتزيد. على سبيل المثال انا عندي جسمين، الجسم الاول اللي هو الالة الحاسبة بتاعتي، والجسم التاني اللي هو القلم اللي انا بكتب بيه. الجسمين دولت مختلفين في الكتلة، والجسمين ماشيين قصاد بعض. يعني ايه قصاد بعض؟ يعني الاتنين ماشيين بنفس السرعه، ولكن كميه تحرك الاله اكبر بكتير جدا من كميه تحرك القلم. ليه؟ لان كتله الاله اكبر من كتله القلم، والعلاقه بين كميه التحرك والكتله علاقه طرديه، فالاكبر كتله اكبر كميه تحرك. العامل الثاني اللي هو السرعه. طيب انا عندي جسمين لهم نفس الكتله، القلم والقلم، والاتنين ماشيين بس الاول بيسبق التاني، يبقى الاول اسرع من التاني، يبقى كمية تحرك الاول اكبر من التاني، يبقى كل ما السرعة بتزيد كل ما كمية التحرك بتزيد. تمام. خلي بالك لو احنا جينا خدنا مصطلح جديد اسمه التغير في كمية التحرك اللي احنا بنرمز له بالرمز دلتا بي.
الدلتا بي بتساوي بي تي ناقص بي زيرو. يعني ايه؟ يعني انا عندي جسم بيتحرك بين نقطتين، الاولى البداية اللي هي ايه، والتانية النهاية اللي هي بي. السرعة عند ايه بنسموها في اي، وعند بي بنسموها في اف. يبقى الجسم سرعته اتغيرت ولتكن من 5 لـ10. طيب السرعة اتغيرت، يبقى كمية التحرك اتغيرت، ولكن الجسم اللي بيتحرك هنا هو نفس الجسم اللي بيتحرك هنا. يبقى كتلة الجسم هنا زي كتلة الجسم هنا. ده معناه ان في سرعة ابتدائية يبقى في كمية تحرك ابتدائية بتساوي ام في اي. هنا سرعة نهائية او موضع النهاية يبقى في كمية تحرك نهائية اسمها البي اف، هتساوي ام في اف. عاوز اجيب التغير في كمية التحرك، النهاية ناقص البداية، يبقى التغير في اي شيء النهاية ناقص البداية، يبقى الدلتا بي هتساوي البي اف ناقص البي اي. البي اف عبارة عن ام في اف تعويض مباشر ناقص البي اي عبارة عن ام في اي. ناخد الام عامل مشترك، هتساوي ام في اف ناقص في اي. ده اسمه ايه يا شباب؟ التغير في كمية التحرك. الوحدة ايه؟ ها؟ كيلو جرام متر على الثانية. طب المصطلح الثالث والاخير اسمه المعدل الزمني للتغير في كمية التحرك، اللي احنا بنرمز له بالرمز دلتا بي على دلتا تي. الدلتا بي على الدلتا تي هتساوي ايه يا شباب يا شاطرين؟ ها اهو، ام في اف ناقص في اي على دلتا تي. الوحدة ايه يا شباب؟ الوحدة ايه؟ هنا الوحدة تبقى كيلوجرام متر على الثانية تربيع، لكن الوحدة هنا كيلوجرام متر على الثانية، الوحدة هنا كيلوجرام متر على الثانية. يبقى كمية التحرك كيلوجرام متر على الثانية، التغير في كمية التحرك كيلوجرام متر على الثانية، بينما المعدل الزمني للتغير في كمية التحرك كيلوجرام متر على الثانية تربيع. تمام؟ خلي بالك، خلي بالك، دلتا بي على دلتا تي ديت اسمها ايه؟ المعدل الزمني للتغير في كمية التحرك. يعني ايه؟ يعني انا عندي جسم اهو، جسم ساكن كمية حركته بصفر، يبقى متى تصبح كمية التحرك صفرا؟ عندما يكون الجسم ساكن. أثرت عليه بقوة الجسم اتحرك، أثرت بقوة أكبر التغير في كمية الحركة أكبر وأكبر. يبقى كل ما بتزيد القوة المؤثرة كل ما يزداد التغير في كمية التحرك. ده اسمه ايه بقى؟ القانون الثاني لنيوتن. يبقى احنا هننتقل الى ما هو اهم، القانون الثاني لنيوتن، اللي هو بيقول ان الاف بتساوي دلتا بي على دلتا تي. جميل. يبقى الاف هتساوي دلتا افتح قوس ام في على دلتا تي. ديت من وجهة نظر الرياضيين بيقولوا ايه؟ كلمة دلتا يعني الكميات الفيزيائية اللي بعديها بتتغير مع الزمن. جميل. طب انا عندي جسم أثرت عليه بقوة، الجسم اتحرك، هو كان ساكن كمية حركته بصفر، أثرت بقوة بقى ليه كمية حركة تانية. جميل. يبقى كمية التحرك اتغيرت، ايه اللي اتغير في كمية تحرك الألم؟ الألم كان ساكن، كان ليه كتلة وكانت سرعته بصفر، لما اتحرك كتلته زي ما هي لكن سرعته هي اللي اتغيرت. يبقى هنا دلتا على دلتا تي ده معناها
ان الكميات اللي الفيزيائيه اللي بعديها هتتغير. هنا كتله الجسم ثابته لا تتغير، يبقى الكتله تخرج بره علامه التغير، يبقى ام دلتا في على دلتا تي. الدلتا في على الدلتا تي عباره عن مين يا شباب يا شاطرين؟ عباره عن القوه المحصله، ده اسمه الصيغه الرياضيه لقانون نيوتن الثاني. بيقول ان القوه هي حاصل ضرب كتله الجسم في عجله الحركه. ما تقولش حاصل ضرب كتله الجسم في عجلته. ايه عجلته دي؟ حاصل ضرب كتله الجسم في عجله تحركه او عجله الحركه. طب كويس، طب هنا الكتله هي اللي اتغيرت. طب هل يا ترى ممكن السرعه تثبت والكتله هي اللي تتغير؟ ركز، انا عندي القلم ده هقذفه للامام، سرعته هتتغير لكن كتلته زي ما هي، يبقى التغير في كميه تحركه ناتج من التغير في سرعته. طب هل يا ترى الكتله بتتغير ولا بتظل ثابته؟ ها اقول لك، لا، الكتله ممكن تتغير وممكن ما تتغيرش. الاجسام الصلبه كتلتها ثابته، لكن صواريخ الفضاء، صواريخ الفضاء، قبل ما اقول لك صواريخ الفضاء، انا بقذف كره، وانا بقذف الكره كده اصطدمت بحائط صلب، كره تنس، في جزء منها اتكسر، يبقى كتلتها هتتغير، يبقى الكتله ما اصبحتش ثابته، يبقى هنا الكتله اتغيرت والسرعه اتغيرت. ولو انا جيت احل بالتغير في الكتله والتغير في السرعه ده صعب عليك، لكن احنا بنثبت حاجه ونغير التانيه، ثبتنا الكتله وغيرنا السرعه. طب ناخد مثال تاني بقى لثبوت السرعه وتغير الكتله، زي حركه صواريخ الفضاء. والصاروخ متعدد المراحل ومندفع لاعلى، الوقود المحترق بيندفع لأسفل، فالصاروخ بيندفع لأعلى بكمية تحرك كبيرة. فلو كان الوقود المحترق بيندفع بكمية تحرك هائلة لأسفل، فالصاروخ هيندفع بكمية تحرك مماثلة إلى أعلى. ده معناه الوقود المحترق بيندفع لأسفل، تفهم منها إيه؟ إن الكتلة بتتغير مع الزمن. إزاي؟ كل ثانية ممكن يسقط من الصاروخ طن أو 1.5 طن أو 2 طن من الوقود، حسب وصول الصاروخ للمرحلة اللي هو عاوز يوصل لها. أكيد لكل صاروخ هدف معين واستخدام معين. إحنا عاوزين نوصله المريخ، المشتري، القمر إلى آخره، يبقى في معدل في الفقد في الكتلة بقيمة معينة. ما علينا، الاف هتساوي دلتا ام في على دلتا تي. هنا السرعه ثابته، السرعه كام؟ ثابته، يبقى هتخرج بره علامه التغير، هتصبح القوه في دلتا ام على دلتا تي. احل بالقانون ده امتى؟ اهو اف دلتا تي هتساوي في دلتا ام. جميل، احل بالقانون ده فقط في حاله صواريخ الفضاء. احل ده امتى؟ في حاله الاجسام الصلبه. خلي بالك، طب ناخد مثال كده بيقول لي ايه، ركز معايا، هقول لك المثال شفوي وهحطك الداتا هنا. صاروخ سرعه افلاته من الارض او من الجاذبيه الارضيه 11.2 كيلومتر في الثانية، يبقى 11.2 في 1000، وكان معدل نفسه يعني ايه؟ يعني سقوط الوقود. الوقود المحترق بيندفع لأسفل كل ثانية بمقدار 1300 كيلو جرام. الوقود المحترق بيندفع كل قد ايه؟ كل ثانية، يبقى الدلتا تي هنا بواحد. احسب
قوة دفع الصاروخ. يبقى الاف هتساوي 1300 في 11 و2 في 1000 اهي بالآلة الحاسبة بتاعتنا الجميلة اهي، 11 و2 من 10 في 1000 تمام في 1300 يديني رقم كبير جدا. كام؟ 1 4 5 6 و4 أصفار، الوحدة نيوتن. ممكن اكتبه كده وممكن اكتبه ازاي؟ اقول 1 2 3 4 5 6 7، يبقى هيساوي 1 4 5 في 10 أس 7 نيوتن. تمام كده يا شباب؟ ده معناه ان القوة اللي بيندفع بيها الصاروخ قوة كبيرة جدا 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 جدا. تمام، ديت اسمها القوة المحصلة اللي هي الاف، القوة بالنيوتن، الكتلة بالكيلوجرام، العجلة بالمتر على السنة تربيع. ده معنى ايه؟ ان 1 نيوتن يكافئ 1 كيلوجرام في 1 متر على السنة تربيع. سموا الوحدة نيوتن نسبة للعالم نيوتن اللي هو واضع لينا في منهج أولى ثانوي 4 قوانين، القانون الأول، القانون الثاني، القانون الثالث، القانون الرابع. القانون الأول والثالث أخدناهم في الترم الأول ومش هنمتحن فيهم. القانون الثاني أخدناه. إيه القانون الرابع؟ اللي هو اسمه قانون الجذب العام. اسمه إيه؟ قانون الجذب العام. كل 1 نيوتن يكافئ 1 كيلوجرام في 1 متر على الثانية تربيع. طيب الاف ديت للمرة الثالثة اسمها ايه؟ القوة المحصلة. القوة ايه؟ المحصلة. طيب قبل ما اقول لك القوة المحصلة بالتفصيل، قبل ما اشيل الورقة بتاعتي اقول ايه؟ القوة تتوقف على زي ما شرحنا كتلة الجسم وعجلة تحركه. يعني لو انا عندي جسمين مختلفين في الكتلة، الاتنين ماشيين قصاد بعض، يبقى الاتنين عجلتهم واحدة، لكن قوة ده غير قوة ده، لان كتلة ده اكبر من كتلة ده. طيب لو كان الاتنين ليهم نفس الكتلة وده اسرع، يبقى التسارع او التغير في السرعة يعني العجلة، يبقى عجلة الجسم الأول أكبر من عجلة الجسم الثاني، يبقى القوة المؤثرة على الأول أكبر بكتير من القوة المؤثرة على الثاني. ده معناه إن القوة المحصلة تتوقف على كتلة الجسم وعجلة حركته. تمام. طب دلوقتي لو أنا جبت الجسم ده أهو، الجسم ده ماله يا شباب؟ بص عليه كده، جسم ساكن أثرت عليه بقوتين كده، ماذا يحدث لهذا الجسم؟ لو كانت القوتين قد بعض يبقى القوة لها نفس المقدار وعكس بعض في الاتجاه، والقوتين يؤثران على نفس الجسم. هذه الحالة يطلق عليها باسم حالة اتزان. يبقى محصلة القوة هنا بكام؟ بصفر. يبقى احنا بنتكلم عن قانون نيوتن الاول، لكن احنا عاوزين نتكلم عن مين؟ عن قانون نيوتن الثاني. بيقول لي ان المحصله لا تساوي صفر، المحصله تساوي الكتله في العجله. بمعنى انا هزق هنا بقوه قدرها 100 وهزق هنا بقوه قدرها 90، يبقى محصلة القوتين كام؟ هنا 100، ركز معايا عشان ما اضربكش، كام؟ 100، وهنا كام؟ ب10، ب90، يبقى المحصلة كام؟ 10. يبقى الجسم هيتحرك في اتجاه القوة الأكبر. ده معناه أن محصلة القوة لا تساوي صفر. طب نيجي نمثل الكلام ده في حياتنا العملية. لو أنا عندي جسيم، احنا هنتكلم عن حاجة اسمها محصلة القوى
عندما السيتا بصفر، وهنتكلم أيضا عن محصلة القوة عندما السيتا لا تساوي صفر. محصلة القوة اللي هي الفورس اللي هي الاف، تعالوا نشوف الكلام ده ازاي. انا عندي جسيم اهو، وعندي سطح خشن زي الاسفلت، انا هاجي هأثر بقوة، القوة ديت اسمها القوة المؤثرة، ولتكن بألف نيوتن زي قوة المحرك. ده جسم كتلته ام، الجسم ده موجود على سطح خشن، اي خطه في شرط يبقى اسمه ايه؟ سطح خشن. السطح الخشن ده بيعمل ايه؟ بينتج عنه قوة اسمها قوة الاحتكاك، اللي احنا بنرمز لها بالرمز اف اف. قوة الاحتكاك ولتكن ب200، تمام. القوة اللي انا هأثر بيها اللي هي قوة المحرك، ولتكن جسم او سيارة تتحرك على طريق خشن زي الاسفلت اللي بره، قوة المحرك كانت 1000 وقوة الاحتكاك 200، يبقى الجسم ده او السيارة دي هتتحرك بقوة قدرها كام؟ ها فكر معايا كده. يقول لك من الشكل، سؤال اهو، ده اسئلة النظام الجديد، من الشكل اهو احسب عجلة الحركة للجسم ام. ها هو ده نمط الاسئلة. اعمل ايه؟ مش دلوقتي انا قلت لك ان في حاجة عندي اسمها قوة محصلة اهو، قلت هأثر هنا، انا فاكر اهو، بقوة قدرها 100 وهأثر هنا بقوة قدرها 90، يبقى الجسم هيمشي في اتجاه القوة الأكبر بقوة قدرها كام؟ 10. يبقى لما يكون عندي قوتين في اتجاهين مترددين تبقى المحصلة طرح، يبقى اف المحصلة هتساوي اف المؤثرة ناقص الاف اف. الاف ده اهي اسمها القوة المحصلة اللي هي بتاعت نيوتن اللي احنا استنتجناها وقلنا بتساوي كام؟ ام في ايه؟ اف دي اسمها المؤثرة، قدرها كام؟ سميها اف دلوقتي. الاحتكاك هتبقى اف اف. يبقى لو اداك القوة مباشرة تحل ده، تفك وطلب منك العجلة تحل ده، الكتلة بكام؟ ولتكن عندي كتلة السيارة 900 كيلو جرام، يبقى العجلة مجهولة والكتلة معلومة، يبقى 900 ايه؟ القوة المؤثرة بكام يا شباب يا شاطرين؟ ب1000 ناقص قوة الاحتكاك بكام؟ ب200، يبقى الناتج هيساوي ايه يا شباب؟ 1000 ناقص 200 800، وانا عاوز العجلة، يبقى العجلة هتساوي 900 على 800، صح ولا انا غلطان؟ لان انت غلطان يا مستر. السايب على المربوط، 1000 ناقص 200 800 على 900، يطلع الناتج 8 على 9 متر على سنة تربيع. دي اسمها عجلة الحركة، ها، عندما تكون السيتا بصفر. طب لو كانت السيتا لا تساوي صفر ازاي؟ انا عندي جسم هيتحرك على مستوى خشن، تمام، وبعدين هشد كده
او هأثر بقوة، القوة دي قدرها اف، القوة بتميل بزاوية، زي ما اخدنا في الترم الاول اي قوة، وزي ما اخدنا في الرياضيات اي قوة بتميل هتتحلل، هتتحلل لاف كوساين سيتا، دي المركبة الافقية للقوة، وقوة في الاتجاه العمودي اسمها المركبة العمودية او المركبة الرأسية، يبقى اسمها اف ساين سيتا. جميل. هنا الجسم ده بيأثر لأسفل، بيأثر لأسفل ازاي؟ الأرض بتشده، بتشد بقوة أسفل اسمها وزنه، لأن الوزن زي ما خدناه في المراحل السابقة وخدناه في المراحل الإدارية وهناخده بعد المسألة دي بشيء من التفصيل، يبقى الوزن قوة بتأثر لأسفل هتتعادل مع المركبة العمودية، يبقى ال W هتروح مع ال F ساين سيتا، وعند السطح ده خشن يبقى هينتج عنه قوة اسمها اف اف، قوة الاحتكاك، قوة الايه؟ الاحتكاك. جميل. هنا هتبقى العلاقة ام ايه هتساوي ناقص اف اف، الام ايه اللي هي القوة المحصلة، اف هنا اف المؤثرة. طيب اف المؤثرة اخد الاف كوزين او الاف كوسين ولا اخد الاف ساين؟ طبعا اخد الاف كوزين. ليه؟ لان الجسم هيتحرك كده، هنفترض جدلا، هنفترض جدلا ان الجسم كان موجود هنا، هيتحرك مسافة معينة، تمام؟ يبقى هيتحرك في الاتجاه الافقي ولا هيتحرك في الاتجاه الرأسي؟ ها؟ طبعا هيتحرك في الاتجاه الافقي. ده معنى ايه؟ ان المركبة العمودية بنتعادل مع الدبليو اللي هي الوزن، يبقى يصبح المسؤول عن حركة الجسم هي الاف كوساين سيتا، اهي بلون مختلف، نفس القانون، مفيش أي تغيير في المعلومات، إلا لو كانت الزاوية يا سيدي بستين يبقى كوزين ستين وتحل نفس المسألة، تمام؟ في عندك مشكلة في الكلام ده؟ ها؟ يبقى نفس القانونين لهم زي بعض، مفيش تغيير. إيه الفرق؟ إيه الفرق؟ هنا كوزين، هنا مفيش كوزين. طب لو جه الراجل قال لك إيه بقى؟ سطح أملس، سطح ناعم، ده معنى إيه؟ لو كان السطح أملس أو ناعم يبقى قوة الاحتكاك بصفر، ده معناه إن الإم إيه هتساوي إف كوزين سيتا، والإف إف بكام؟ بصفر. طب كويس، خلي بالك، خلي بالك، هنا انا بعمل ايه في الجسم؟ بشده، يبقى هنا القوة المؤثرة ممكن اسميها اف تي، اسميها قوة الشد، وممكن اسميها اف تي، وممكن اسميها اف، بس انا ابقى فاهم انا بأثر بايه؟ بقوة، القوة دي اسمها قوة الشد. طب ما انا ممكن بدل ما اشد ادفع، يعني هدفع ازق، عند عربية معطلة هزقها مش هسحبها، يبقى الاف ديت قد تكون قوة شد لأعلى وقد تكون قوة دفع لأسفل، في كلتا الحالتين هناخد المركبة الأفقية، يبقى القانون ده ساري عندنا، لو كانت القوة بتأثر لأعلى قوة شد أو سحب، أو بتأثر لأسفل إذا كانت قوة دفع لأسفل.
طب لو كان السطح ناعم او سطح املس، ده معناه ان الاف اف هتساوي صفر. يبقى انا ده كده اسمها الحالة الخاصة، ودي كده اسمها الحالة العامة. تمام كده يا شباب، ركز في الحاجات دي عشان المسائل. يبقى انت بقى كولد شاطر، ها، تبقى فاهم. قال لك سيارة تتحرك على سطح خشن، يبقى لازم يكون في عندك قوة احتكاك. سيارة تهبط من منحدر كوبري، يعني كوبري أملس، أو تصعد كوبري أملس، في هذه الحالة يا شباب يبقى قوة الاحتكاك بصفر. تمام. طب دلوقتي أنا عندي حاجة أو كمية فيزيائية جميلة جدا 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 مرتبطة بقانون نيوتن الثاني، اللي هي اسمها إيه؟ الوزن. أنا عندي الجسم ده، لو سبت الجسم ده هيروح فين؟ هيطلع لفوق ولا هيسقط لأسفل؟ ها؟ أكيد هيسقط لأسفل. ليه؟ لأن الأرض هتجذبه، هتجذبه بقوة اسمها قوة الجاذبية. الأرض هتجذب الجسم ده بقوة، والجسم ده هتجذبه بقوة تانية، رغم ان الاتنين هيصلان معا، لكن قوة جذب الجسم ده اكبر من قوة جذب الارض للجسم ده. ليه؟ لان كتلة الجسم ده اقل من كتلة الجسم ده. ده معنى ايه؟ ان كل ما الكتلة بتزيد كل ما قوة الجذب الارض للجسم بتزيد. قوة جذب الارض للجسم بيطلق عليها باسم الويت، اللي هو الوزن، اللي احنا بنرمز له بالرمز W او FG. ده موجود في بعض الكتب الخارجية، ده الويت، ده الرمز بتاع كتاب المدرسة. تمام. حتى لو انت دخلت على بنك المعرفة بتلاقي الوزن مرة بيرمز له بالرمز W، ومرة بيرمز له بالرمز ايه؟ FG. يبقى انت المهم مش الرمز، المهم تبقى انت فاهم. الوزن بيساوي القوة، قوة جذب الارض للجسم، اي قوة كتلة في عجلة. يبقى الوزن الكتلة في العجلة، بس الجسم ساقط لأسفل، يبقى هيتحرك بعجلة عمودية اسمها جي. يبقى الوزن حاصل ضرب كتلة الجسم في عجلة الجاذبية الأرضية، ما تنساش. يبقى الوزن ليه كام تعريف؟ قوة جذب الأرض للجسم، أو حاصل ضرب كتلة الجسم في عجلة الجاذبية. اي عجلة جاذبية؟ ها، الجسم على الارض، يبقى الويت كتلة الجسم في عجلة الجاذبية الارضية. الجسم على القمر، يبقى الكتلة في عجلة الجاذبية على القمر. الوزن على المريخ، يبقى الكتلة في العجلة على المريخ، الى اخره. يبقى لو انا عاوز الكتلة يبقى هتساوي الوزن على عجلة الجاذبية من هذه العلاقة. طيب لو أنا حبيت أجيب الكتلة بطريقة تانية، يبقى إف على إيه؟ يبقى ممكن أجيب الكتلة بالقوة على العجلة، وممكن أجيب الكتلة بالوزن على عجلة الجاذبية الأرضية. جميل. طب القلم ده ليه كتلة وليه وزن، هل هناك فرق بين كتلة الجسم ووزنه؟ هل وزن الجسم أكبر ولا كتلته؟
هل الوزن ثابت ولا متغير؟ آخر حاجة هقولها في الحتة دي، إحنا كلنا بنروح نشتري بضاعة، بنقول العمو اللي بيبيع لنا الفواكه والخضروات بعد إذنك اوزن لي، هل يا ترى انت بتقول لعمو ده اوزن لي، انت بتتكلم صح ولا بتتكلم غلط؟ دي حاجة. طيب بابا مسافر او عمه او خاله او صديقك، قلت له هات لي مثلا معاك اي حاجة انت بتحبها، هات لي مثلا اي فاكهة من اي مكان وزنها كذا، يعني انت هتطلب من بابا يجيب لك اي حاجة من بره بالوزن، ده صح ولا ده غلط؟ خلي بالك الوزن يا شباب، الوزن يتغير من مكان لآخر. ازاي؟ دلوقتي انا عندي الوزن بيساوي الكتلة في عجلة الجاذبية. الكتلة مثلا بتاعة الجسم اللي انت هتجيبه او هتشتريه من بره، الكتلة ب10، عجلة الجاذبية مثلا ب10، يبقى الجسم وزنه ب100. طيب نفس الجسم كتلته 10، عجلة الجاذبية في مصر ب9.8، يطلع الجسم وزنه 98. ترجع تقول له يا ابني ما انا قايل لك هات لي 100، هات لي معاك 100، اجا ينفع يا اخي؟ بقى دي بعد صداقة العمر، اجي اوزن وراك هلاقيها 98، ينفع؟ اقول لك لا، انت اللي غلطت. ليه؟ انت تقول له هات لي كذا كيلو جرام، هات لي فاكهه، هات لي تفاح، هات لي اي حاجه بتحبها من بره. طبعا احنا مش بنعمل دعوه ان انت تشتري حاجه من بره، انا بوضح لك بس. هنا يفضل استيراد البضائع من الخارج بالكتله وليس بالوزن. ليه؟ لان الكتله ثابته بينما الوزن بيتغير. الكتلة مالها ثابتة بينما الوزن بيتغير. ايه اللي بيتغير؟ ايه اللي بيغير الوزن؟ هو تغير عجلة الجاذبية الأرضية. عشان كده يقول لك بما تفسر يفضل استيراد البضائع من الخارج بالكتلة وليس بالوزن، لأن الكتلة ثابتة مهما تغير المكان، بينما الوزن يتغير من مكان لآخر نظرا لتغير عجلة الجاذبية الأرضية. جميل. طيب الوزن الأكبر ولا الكتلة؟ ها، طبعا الوزن. الجسم اللي كتلته 10 وزنه قد يكون 100 أو 98، يبقى وزن الجسم أكبر من كتلته، لأن الوزن حاصل ضرب كتلة الجسم في عجلة الجاذبية الأرضية. كتلة الجسم على الأرض زي كتلة الجسم على القمر، بينما وزن الجسم على القمر سدس وزنه على الأرض، أو وزن الجسم على الأرض 6 أمثال وزنه على سطح القمر. تمام؟ خلي بالك النسبة بين كتلة الجسم على الأرض، النسبة بين كتلة الجسم على الأرض، يجي لك اختيارات كده، النسبة بين كتلة الجسم على الأرض إلى كتلة الجسم على القمر إيه؟ اختصار لكلمة إرث، إم اختصار لكلمة مون. يبقى كتلة الجسم على الأرض إلى كتلة الجسم على القمر النسبة بينهم 1:1. ليه؟ لأن الكتلة ثابتة مهما تغير المكان. لو كانت الكتلة هنا ب10 يبقى على القمر برضه ب10، يبقى النسبة 1:1. لكن وزن الجسم على القمر إلى وزنه على الأرض بيساوي 6. تمام؟ ده معنى إيه؟ إن وزن الجسم على الأرض 6 أمثاله على القمر. يبقى هنا 6 وهنا 1، 6:1.
لكن لو العكس يبقى ايه؟ ها دي ام طبعا، يبقى النسبة 1 إلى 6، يبقى الكتلة على الأرض 6 أمثالها على فين؟ على القمر. جميل. طب لو احنا بقى حبينا ناخد مسألة تشمل كل اللي احنا خدناه ده، نقول ايه؟ سيارة كتلتها 500 كيلو جرام، تمام؟ تعطلت، سحبت بونش، فوجد أنها تحتاج لمسافة 10 متر، 10 متر لكي تزداد سرعتها إلى 10 متر على السنة تربيع. الحل هنا كتلة السيارة كام؟ 500 أهو، تعطلت، وقفت، سحبت بونش، يبقى هنتحرك من سكون، يبقى الفي اي بصفر، مشيت مسافة قدرها 10 متر حتى أصبحت السرعة النهائية ب10. هو عاوز ايه؟ ها احسب قوة الشد، مش انا هسحب العربية، يبقى انا عاوز القوة اللي هشد بيها العربية. اي قوة بتساوي كتلة في عجلة، تمام؟ الكتلة ب500، العجلة بكام؟ العجلة ممكن اقول في اف ناقص في اي على تي، ده مش هينفع لان ما عنديش الزمن، تمام؟ اقول ان العجلة بتساوي 2 دي على تي تربيع، ما عنديش الزمن. امال اجيب هنا العجلة ازاي؟ هتساوي في اف تربيع ناقص في اي تربيع على 2 دي، يبقى هتساوي 10 تربيع. 10 تربيع ناقص 0 على 2 في 10، لان اللي ذهب 10، 2 في 10 ب20، ومية على 20، يبقى العجلة 5 متر على السنة تربيع، يبقى هضرب هنا في 5، تطلع القوة بكام؟ 2500 نيوتن. جميل. طيب بيقول لي ايه؟ سيارة وزنها، ركز، سيارة وزنها 6 في 10 أس 6 نيوتن، تمام؟ معايا؟ تتحرك أو ها اكتسبت سرعة قدرها 200 كيلومتر على الساعة بعد أن قطعت مسافة قدرها كام؟ 3400 متر، تمام؟ اوجد اول حاجة عجلة الحركة، 2 زمن الحركة، 3 قوة المحرك، وقال لك الجي بتساوي 10 متر على الثانية تربيع. في سيارة وزنها، يبقى أنا على طول أجيب كتلتها، كتلتها وزنها على عجلة الجاذبية 6 في 10 أس 6، الوزن أهو، على العجلة بكام؟ ب10، يطلع الناتج 10
و10 و6 في عملية القسمة بنطرح الأسس. تمام، يطلع الناتج 6 في 10 أس 5 كيلوجرام. تمام، وبعدين عاوز الراجل يحسب عجلة الحركة. واحد يقول لي العجلة دي احنا اخدناها في الترم الاول، ما عندناش مشكلة، بس انت عندك القانون التاني بيقول لك القوة بتساوي الكتلة في العجلة، يعني ما فيش مانع لدينا ان انت لازم تكون عارف يعني ايه عجلة. العجلة هنا ما فيهاش زمن، يبقى الايه هتساوي في اف تربيع ناقص في اي تربيع على 2 دي. تمام، اكتسبت. يعني ايه اكتسبت؟ يعني هي كانت واقفة ومشيت، يبقى ابتدت الحركة من سكون، يبقى الفي اي بصفر. اكتسبت سرعة قدرها كام؟ 200 كيلومتر على الساعة. 200 كيلومتر على الساعة، وكل المقادير عندنا بالمتر، يبقى لازم احول 200 كيلومتر على الساعة الى متر على الثانية. اعمل ايه؟ اضرب في 5 على 18، هتطلع تقريبا 58 و8 من عشرة. نتأكد 200 بالآلة اهي. انا بحسب بالآلة ليه؟ عاوز اعودك على الدقة. في حسابات ما ينفعش تحسبها بدماغك، تاخد منك وقت، وفي حسابات تجيبها من القوانين، يبقى احنا لازم نفعل القوانين ونشغل دماغنا، ومفيش مانع ابدا ان احنا نتعود على الدقة في الحسابات. هقول 200 في، انا هعمل ايه؟ انا عندي السرعة 200 كيلومتر على الساعة، هضرب في 5 على 18، يطلع الناتج كام؟ 55 و55 من 100. يبقى السرعة 55 و55 من 100 الكل تربيع على 2 في المسافة 3400، يبقى 3400. تمام، يبقى انا هربع ديت واقسمها على الرقم ده. تمام، اهو على 3400 في 2، يطلع الناتج النهائي كام؟ 45 من 100. 45 من 100 متر على الثانية تربيع. يبقى أنا كده قدرت أحسب عجلة تحرك السيارة. تمام؟ خلي بالك، هو عاوز زمن الحركة، مفيش مشكلة. يبقى أنا دلوقتي جبت عجلة الحركة، جبت إيه؟ جبت عجلة الحركة أهي، طلع بالرقم ده. أجيب زمن الحركة هيساوي في إف ناقص في أي على إيه؟ الفي إف طلعت بخمسة وخمسين وخمسة وخمسين من مية أهي، ناقص صفر على العجلة بكام يا شباب؟ العجلة بكام؟ بخمسة واربعين من مية. يبقى أنا هقول 55 علامة 55 على 45 من مية، يطلع الناتج 123 و44. يبقى زمن الحركة قد إيه؟ زمن الحركة هياخد تقريبا 123 ثانية و44 من 100. ده المطلوب التاني. المطلوب التالت عاوز قوة المحرك. قوة المحرك اللي هي اف، الاف بتساوي ام في ايه؟
الام بكام يا شباب يا شاطرين؟ ها حسبناها اهي، بستة في عشرة أس خمسة. ستة في عشرة أس خمسة. عجلة الحركة O بوينت أربعة خمسة هتساوي إيه بقى بالآلة الحاسبة كده؟ O بوينت أربعة خمسة في ستة، يطلع الناتج كام؟ اتنين وسبعة من عشرة في عشرة أس خمسة، الوحدة إيه؟ نيوتن. تمام؟ طيب لو جه وقال لك مسألة تختار، أثرت على جسم قوة تساوي نصف وزنه، ده سؤال ايه من أسئلة الاختيارات؟ ركز في السؤال كده، أثرت سيارة على جسم بقوة تساوي نصف وزنه، القوة نص الوزن، وقال لك احسب عجلة الحركة هتساوي كام؟ وقال لك اعتبر ان عجلة الجاذبية بتسعة وتمانية من عشرة متر على السنة تربيع. واحد يقول لي انا ما عنديش العجلة، ما عنديش الكتلة، اقول لك ما تقلقش، خليك ماشي كده معانا خطوة خطوة. القوة ام في ايه هتساوي نص الوزن ام في جي. هنلاحظ ايه؟ ان الام هتروح مع الام، يبقى عجلة التحرك هتساوي ها نص جي. الجي بكام يا شباب؟ بتسعة وتمانية من عشرة، يطلع الناتج أربعة وتسعة من عشرة متر على الثانية تربيع. طب كويس، تمام. آدي أفكار مسائل المحاولة الثانية. جميل، بيقول لي بقى في عندي رائد فضاء كتلته على سطح الأرض بمية وخمسة كيلو جرام. طبعا رائد الفضاء بيبقى مرتدي حاجة اسمها بدلة الفضاء، تمام. رائد الفضاء ده كتلته مية وخمسة كيلو جرام، تمام. قال لك احسب كتلته ووزنه على سطح القمر، اعتبر ان عجلة الجاذبية على الارض عشرة متر على السنة تربيع. الوزن على القمر يا شباب كتلته في عجلة الجاذبية، يبقى 105 في 10، ده الوزن على الأرض. طب أنا عاوز أجيب الوزن على القمر، يبقى هيساوي الوزن على الأرض على 6. الوزن على الأرض 1050 على 6، يطلع الوزن 1050 على 6، والناتج اللي يطلع معاك يطلع معاك بالنيوتن. تمام؟ نلاحظ ان الوزن هنا سدس الوزن هنا، ده معناه ان وزن الجسم على سطح القمر سدس وزنه على سطح الارض. كده اعزائي الطلبة انتهينا من دراسة الفصل الاول بالتفصيل، وديت اول مراجعة من مراجعات قناة مصر التعليمية. ان شاء الله ان شاء الله في حلقة قادمة يوم 23/7 على مدار ساعتين من الساعة 12 للساعة 2، خليك فاكر يوم كام؟ يوم 23/7 من الشهر الجاري من الساعة 12 ظهرا ل2 ظهرا. على هذا الموعد نترككم في رعاية الله وأمنه مع أطيب الأمنيات وأرق الدعوات بالتوفيق والتفوق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.